اليوم بدي أحكي لكم قصة وأخذكم برحلة مدتها أكثر من مليون سنة. العالم يلي عايشين فيه هلأ يبدو لنا عادي، ما منقدر نتخيل كيف هالبشر كانوا عايشين بلا هالتقنيات يلي عم نستخدمها كل يوم كل ساعة كل دقيقة. بطلنا بهالقصة هو أنت وأنا، هو كل إنسان عايش وكل إنسان عاش على سطح الكوكب. التكنولوجيا ما كانت على طول تعني روبوت وإنترنت وذكاء صناعي. لآلاف السنين التكنولوجيا كانت تعني الوسائل يلي بيأمن فيها الإنسان أكله وسكنه، أو الوسائل يلي بيحقق فيها النظام وبيحافظ على مجتمعه وبيتغلب على العوائق. بآخر 20 سنة كتير تطورت التكنولوجيا. اليوم نحن كبشرية عم نفكر نبني مستعمرات على المريخ، وعنا صواريخ ممكن يعاد استخدامها تطلع على الفضاء وبترجع. اليوم في عنا تقنية وأدوات بتسمح لنا نعدل جيناتنا وجينات أولادنا. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. عنا سيارة بتسوق لحالة. عنا بيل غيتس، إيلون ماسك، وجاك ما. بآخر 20 سنة تعرفنا على الفيسبوك واليوتيوب اللي غيروا طريقة تواصلنا مع بعض، وغيروا طريقة حصولنا على المعرفة. وتعرفنا على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي يلي سمحت لنا بكبسة زر نحكي ونشوف شخص ببعد عنا آلاف الكيلومترات. الجهاز يلي مع كل واحد مننا، الموبايل، اخترع بال1994، وقبله تعرفنا على نظام الملاحة GPS والحاسب الشخصي بال70s والإنترنت بال60s. بأواخر الستينات هبطنا على القمر وشفنا كوكبنا وتغيرت نظرتنا للعالم، وعرفنا إنه كلنا جزء واحد، كنا مرتبطين ببعض على الأرض بكيان واحد، نحنا ويلي قبلنا وكل يلي عاش ورح يعيش على هالأرض. بال1950 عرفنا كتير عن البشرية وعن الجينات لما عرفنا عن الحمض النووي أو DNA، وهي كانت بداية الهندسة الوراثية. اخترعنا ترانزستور بال1947، وقبله اخترعنا أنصاف النواقل يلي سمحت لنا ننظم التيار الكهربائي. هالترانزستور هاي القطعة صغيرة كتير كتير، بدونها كل الأجهزة الإلكترونية اللي بنعرفها ما كانت بتشتغل، وحتى أنا ما كنت موجودة. بال1918 اكتشفنا عملية تثبيت النيتروجين يلي ساعدتنا بتطوير الزراعة وبالتالي حسنت نوعية حياتنا، وهالشي كان بالتزامن مع المضادات الحيوية مثل البنسلين يلي حاربت البكتيريا. قبلها مجال النقل كان عم يقطع شوط كبير مع اختراع الطيارات بال1900 وبداية السيارات بال1885. اختراع اللمبة اجى بال1879، رغم انه اول ملاحظتنا للكهرباء الساكنة كانت عام 600 قبل الميلاد، واختراع المكثف الكهربائي كان بال1745، وبعده اجت كتير اختراعات مهدت لنا الطريق لنستخدم الكهرباء. وطبعا هيدا كله كان بفضل نيكولا تسلا يلي تسمت شركة السيارات الكهربائية تسلا على اسمه. قبلها شفنا نقلات نوعية بوسائل الاتصال، التلفزيون اللي غير حياتنا بال20 قبله الراديو، الموجات الراديوية، التليفون والتليغراف اللاسلكي. بال1816 اخترعت الكاميرا يلي سمحت لنا نحتفظ بتاريخنا وذكرياتنا ونشارك تفاصيل لحظاتنا. اللقاحات اجت بال1796 وانقذت حياة كتير من البشر وقضت على بعض الأمراض بشكل نهائي. فينا نقول انه بدايات المعلوماتية بلشت هون. لما بنص القرن 19 عملنا النظام البولياني، وقبله ب20 سنة عملنا النظام الثنائي، وبيناتهم بال1815 اجت ايدا لوفلس على الحياة، أول مبرمجة بالعالم. بال1600 اخترعنا المحرك البخاري يلي شكل الثورة الصناعية وشغل القطارات والقوارب والمعامل. قبلها بال1430 عرفنا أهم اختراع قبل الفيسبوك والإنترنت والتليغراف، الاختراع اللي خلانا ننقل المعرفة، الطباعة. ويا ترى شو كان صار لو ما عرفنا هالاختراعين، البارود والعملات الورقية؟ يا ترى على شو كنا تقاتلنا وكيف كنا قتلنا بعض؟ حتى نعرف الوقت عملنا أول ساعة ميكانيكية بال8، رغم إنه التقويم الجريجوري اللي كلنا عم نتبعه حالياً ما رح ينعرف لل1500. وكونه عم نحكي عن الوقت، لهلأ نحن لساتنا بالحقبة الحالية أو حقبة بعد الميلاد. خلينا نرجع كمان شوي حتى نندل على الطريق ونعرف وجهتنا. اخترعنا البوصلة 300 سنة قبل الميلاد، وبنفس الوقت رفعت أرخميدة سمحت لنا ننقل المي وغيرت شكل زراعتنا. و200 سنة قبل الميلاد عملنا الورق. الورق لشو؟ لننشر المعرفة أكثر وأكثر. 800 قبل الميلاد كانت أول مرة عرفنا فيها الأرقام وعملنا نظام للعد، رغم أنه قبلها ب700 سنة اخترعنا الأبجدية وبلشت تظهر الأحرف. الحاسب الأول بالعالم تم اختراعه من 2700 سنة قبل الميلاد يلي اسمه الأكاباس، يلي سمحنا نشكل أول اقتصاد لمجتمعاتنا.
وعملنا المسمار قبل 3000 سنة من الميلاد، هيدا المسمار يلي سمح لنا نبني ونركب، وحتى نتحرك عملنا دولاب، وحتى نكتشف كوكبنا صنعنا القوارب، ومن وقتها بلشت رحلة الاستكشاف تبعنا. قبل عرفنا الزراعة يلي خلتنا نعمل مجتمعات من حوالي 10000 سنة، وقبل عملنا أدوات الصيد، وقبل 1.5 مليون سنة قدرنا نشكل النار يلي سمحت لنا ندفى ونطبخ. وقبل كل شيء طبعا أهم شيء وصلنا له هو تشكيل اللغة يلي لهلأ ما بنعرف كيف بلشت. وهي هي الرحلة المستمرة للإنسان من اللحظة اللي تشكل عنده الوعي، هي الرحلة للشهر من بعد.